أخرى في أولادي الكاب على غالب اليوم عندنا برشا ضيوف برشا 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 عليها ذيك تلهينا بالضيوف متاعنا وبالطبيعة أي ضيف عنده الإضافة ولا عنده إيفنمو اللي يزيد للشعب التونسي كريم وإلا يزيد للثقافة ولا لأي حاجة في خاصة في وطن القبلي متاعنا ولاية نابل مرحبا بيه دونك توا ما بحذلنيش ضيف أما باش نحكيو موسيقى باش نحكيو موسيقى والحسة اللي غطى عليكم برشا اللي هي سون فيزا سون فيزا سون فيزا في سون فيزا اليوم باش نسافروا بكم الكولومبيا اي نعم الكولومبيا اليوم باش نمشيو زعما شعدنا في كولومبيا كي نقولوا كولومبيا نقولوا فما برشا فنانين معروفين في كولومبيا واللي بالحق عرفوا ببلادهم عن طريق الغناء اليوم باش نحكيو على جي بالفن اللي اسمه خوسي الفارو اوسليرا بالفن والمعروف بالوسط الفني باسم جي بالفن اللي تولد 1985 في ميديلين في كولومبيا جي بالفن شكون ما يعرف جي بالفن وارقامه قياسيه اللي عنده برشا غنيات في المليار مشاهده ينعم المليار مشاهده وعلى هذاك كان اختيار صعيب اليوم باش نختاروا له 5 غنيات الفنان اغانيه الكل ممتازه وممتازه جدا دونك ان شاء الله الاختيار نتاعنا يعجبكم نبداو بالغنيه نتاعو الاولانيه اخترنا جي بالفن فيتورينغ ويلي ويليام ميخانتي سي سقر الغنيه هذه نعطيك قصتها شنيه ويلي ويليام المعروف في فرنسا عمل الغنيه هذيا ميخانتي والكل عجبته جي بالفن سمعها قال له اسمعني شنيه رايك نعملوا ريميكس بيني انا وياك نعاودوها قال له لا يبارك الغنيه وقتها عامله بريسك 100 مليون ضاربه مش نورمال يعملوا الريميكس جي بالفن وويلي ويليام الغنيه تفوت 3.1 مليار مشاهده اي نعم 3.1 مليار مشاهده نتعديو للاغنيه نتاعنا الثانيه الاغنيه نتاعنا الثانيه جي بالفن فيتورينغ فاري ويليام سفاري هذه زادة فات المليار عندها مليار مشاهدة أرقام رهيبة ورهيبة جدا لهنا زادة الأغنية اللي عملت ضجة كبيرة دي جي سنيك جي بالفن تايغا لوكو كونتينغو الغنية متاعنا الرابعة بلاك ان بيس جي بالفن ريتمو غنيتنا الاخرانية غنيتنا الاخرانية جي بالفن فيتورينغ سكورليكس ان داغيتو سي بون هذه التوب 5 نتاعنا لليوم نخليكم تسمعوا من الاغنيه هذه شويه ونرجعوكم